الخيريه والعمل التطوعي، الا انه ما زال امامنا الكثير من التحديات. بعض هذه التحديات انه الشباب الذين يقودون هذه المبادرات تنقصهم الخبره اللازمه لاداره هذه الجمعيات، وبالتالي في كثير من الاحيان نسمع انه هذه المبادرات تفككت او فترت مع الزمن. الهدف من هذا الدبلوم هو تأهيل قيادات واعدة في العمل التطوعي، بحيث ننقل العمل التطوعي في بلادنا من أنه يكون عمل عشوائي غير منظم إلى أنه يصير عمل منظم على أسس ثابتة. في دبلوم العمل التطوعي للمؤسسات غير ربحية كان في معنا مجموعات كتير رائعة من المتطوعين ومديري المؤسسات، اشتغلوا بشكل جيد على أنفسهم ومبادراتهم ومنهج العمل التطوعي اللي عم بيعملوا فيه، وكان في عنا جروبات كتير متميزة بعطائها وبالأفكار والمبادرات تبعتها. كنا سعيدين جدا بالتعرف عليهم.